السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة المعهد العالي للطيور، تحية طيبة لجميع الإخوان. اليوم كان واحد الصديق اللي كنت دزت عنده، يعني كان عنده واحد المشكل وبغيت نبارطاجيه معكم، وبخصوص هذه الفترة ديال تجهيز الطيور. وفي الصراحة هذا المشكل يعني غالبا غيطيحوا فيه بزاف ديال الإخوان وخصوصا الناس المبتدئين، فلهذا من الأحسن نوضحه بهذا الفيديو. صراحة ما كنتمناش أن شي شخص يطيح فيه. كاين هذا واحد الصديق اللي بغى يدير هذا العام تفريغ ديال الهجين، دونك كنت حاضر معنا اللي خد واحد الطائر ما شاء الله، طائر بصحة جيدة، ميم با دابا ما كاينش بخيسك واحد الشهر. دس عنده اليوم، لقيت الحالة الصحية ديال هذاك الطائر يعني خايبة وخايبة بزاف، وغالبا هاد العام يقدر ما ينتش لهذاك الطائر، لانه الطائر وصل لواحد التضخم كبدي كبير، وصراحه يعني كما كنقولوا مسكين تكرفس. هذا يعني غالبا سوء التغذيه. هو دابا حاليا كنشوفوا مجموعه ديال القنوات، مجموعه ديال الاخوه اللي كل واحد كيشرح الطريقه ديالو. دابا حنا المشكل اللي كيتصنت ماشي كيتبع شخص واحد وكيمشي على الطريقه اللي كيدير داك الشخص، لا، كياخذ من عند هذا شويه وكياخذ من عند هذا شويه وكيخلط وكيدير واحد الطريقه ديالو اللي في اخر المطاف كتعطي نتائج سلبيه وسلبيه جدا. دونك كنسمعوا ان لا بغيتي تجهز الطير يعني خاصك تعطي الحريقه، واحد كيجي كيهضر على البيض واللوز، واحد كيهضر على منتوج فعال في تجهيز الطيور اللي هو الادي 3، واحد كيهضر على فيرتيفيس، واحد كيهضر على نيكتون. دونك لي مسكين بادي يعني اش كياخذ؟ غالبا غادي يقدر يمشي ياخذ منتوج من هاد المنتوجات، في نفس الوقت غيبدا يعطي الحريقه وغادي يعطي البيض وغادي يعطي اللوز ويعطي الفلفله حاره، يعطي سكين كبير. دونك راه ولا عند ما بقاش طير، هذا راه ولا وزين عالي جات كيدخل عليه، وهذا هو المشكل الكبير اللي كيطيحوا فيه. دونك اخوان الله يجازيكم بخير، الا بغيتو تبريباريو الطويرات ديالكم ناخذ حاجه واحده، نتبع مولو. على الحمد لله راه كاينين قنوات راه كيعطيو هذاك الشيء امبيكا، نتبع مولو واحد اللي ارتاحيت ليه، نتبعو نشوف الطريقه ديالو من اتل زيد، ماشي نشوف غير الفيديو ديالو، لا نشوف مجموعه ديال الفيديوهات ديالو. علاش؟ باش نعرف الشرح كيفاش كيتعامل من الطويرات، يعني من تغيير الريش كيفاش كيبريباري، كيفاش بحال هكا باش كتوضح الامور. بحال دابا الانسان اللي كيخدم طبيعي راه عنده طريقه ديالو خاصه ديال الطبيعي، واللي كيخدم بلاشيمي راه عنده طريقه خاصه ديال لاشيمو، راه ما يمكنش غادي تخلط واحد خدام طبيعي يعني كيقدم حريقه كيقدم البيض كيقدم سميتو وتزيد عاوتاني من فوق هادشي كامل تمشي تاخذ واحد المنتوج وتعطيه للطير، يعني باغي انت الطير في سيمانه 15 يوم باغي يوجد، راه الطريقه راه خاطئه. راه الطير راه كيوجد راه عنده واحد المده باش كيوجد فيها، راه الا بغيتي تخدم طبيعي نحنا يعني نهضروا على طائر الحسون. دابا بغينا نوجدوا طائر حسون طبيعي، طائر الحسون طبيعي راه ماشي ضروري خاصك تحط ليه بيضه مسلوقه في النهار واللوز، ما راه بزاف بزاف، لانه راه غادي يتصاب بالكبد. دونك راه كنجي راه شوف راه ملي تبغي تقدم ليه وخصوصا شي حاجه من المحفزات، راه شو واحد 5 غرام وراه بزاف عليه، راه هو في النهار راه يقدر بخمسة غرام اللي كياكل، هذيك الملعقه ديال غرام وحده ولا جوج نهار عطيتو الشيه ندير يومين نعطيه عريج ديال الحر، كان نقدر ندير يومين عاوتاني 3 ايام اخرى ونعطي شويه البيض واللوز. بحال هكا باش كيتبريبارا، ماشي نشد معلفه نعمرها ليه بالشيه ونعطيه بيضه، راه غالبا غادي يتصابها الطائر، وخصوصا كنشدو الطير في القفص الصغير هذاك ديال مالاكا وسميتو كنبداو نعطيو هاد المحفزات راه كنخرجوا عليه. علاش؟ لان السعرات الحراريه اللي كياكل اكثر من هذيك اللي كيحرك، دونك هنا فين كيوقع هذاك المشكل ديال التضخم الكبدي. يعني اول نصيحه اللي كننصح بها
قبل ما نبدا نبريباري الطير ديالي نحطه في قفص ديال سيباراسيون يكون متسع باش الطير يتحرك. اي غيولي فيه شويه الخوف ماشي اشكاليه، خليه يتعود على داك القفص. شي شهر ديال البريباراسيون ديالو نعطيها ليه كامله في قفص كبير ونخلي الطير يتحرك. هذه اول حاجه. الا مشيت طبيعي نمشي طبيعي، الا مشيت غادي نجيب منتوج ديال ادي 3 او. شوف عطي المنتوج ديال ادي 3 او وعطي الزوان والماء. الا بديتي كتبريباري بقى تعطي الزوان والماء ودير ادي 3 او وراه غادي يعطيك النتيجه والطير ما غاديش يمرض. اما باش تجي تاخذ منتوج ولا بحال السيد اللي مشيت عنده واخد سيغيفيت، انا راه شوف راه خدمت بسيغيفيت، راه كنصح سيغيفيت ما تعطيوهاش المقلي صراحه، لانها سيغيفيت قاصحه على الكنار كتخدم امبيكاب ممتازه. عندك كريات كبار خدم فيرتيفيت، وحتى الفيرتيفيت ملي تخدم فيه ما تتبعش هذوك النصائح اللي معطياك في هذيك الورقه. يعني غالبا كيقول لك كتعطي 4 سيمانات يوميا. لا، مقلين ما نخدمش معاه بهذه الطريقه. مقلين بني تبداو تبريباريو بريباريو بشويه، بحال نديرو في المثال خديت سيغي خديت باغ اكزومبل فيرتيفيت، نعطيه السيمانه الاولى مره نهار نعطيه فيرتيفيت، السيمانه الثانيه نعطيه جوج مرات، السيمانه الثالثه نعطي جوج مرات. وسا ديبون على الحاله ديال الطير. الا بان لي الطير بدا كيتهز وبدات عليه علامات الجهوزيه ما نزيدش نوصل المره ثلاثه المرات في السيمانه، نخلي غير جوج مرات ونعاود السيمانه الاخرى جوج مرات حتى الطير وجد. بان لك الطير باقي معطل اعطيه ثلاثه المرات في السيمانه بركه، ما تعطيش يوميا. وسيغيفيت وفي باردون كنغلط في هذا السيغيفيت، هذا الفيرتيفيت راه الناس اللي صنعوها راه ما خرجوش لك غير الفيرتيفيت، راه خرجوا واحد المجموعه ديال البرودوي اللي كتعقى معاها، اللي منها برودوي خاص لانه اللي كيقوم كيفرغ هذيك الكبده من لي فيت هذوك لي فيتامين اللي كتراكم وسط الكبد. دونك الا بغيت تعطيه يوميا راه خاصك تاخذ هذاك البلاني كامل، واحد ثلاثه المنتوجات ولا اربعه اللي كيتعطاو. كنتي بغيتي تخدم غير الفيرتيفيت بحده، دير هاد الطريقة مرة في السيمانة جوج مرة في السيمانة، ونعطي الطير تشماش 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 وراه غادي يوجد لك. هادي فيرتيفيت، ولكن أنا ما كنصحش فيرتيفيت، حاولوا تاخدو شي منتوج اللي يكون خفيف، يعني ماشي ملتي فيتامين، ولكن خدو يكون غني غير بالأدي 3 أو. كاينة سيغيفيت، كاينة طبيغني الأدي 3 أو ولو مشكوك في الأمر ديالها حاليا. الا لقيتو هاد سيغيفيت راه ما غاليهش بزاف، راه تقريبا واحد 30 درهم ولا 40 درهم اللي كنت كناخذها على ليبوك راه مزيانه. ولكن انا صراحه جو بريفير ان الاخوان خدموا طبيعي. مقنين راه شويه البيض الصفر ديال البيض مع شويه اللوز مع شويه الشيا كرميه واحد 3 ايام 4 ايام، لوح ليه واحد 3 غرام 4 غرام مع الحال سخون، ها هو غادي يبدا يسخن شمشي في شهر 3 شهر 4 غادي تخدم الهجين مخير. دونك كنتمنى المعلومه تكون وصلتكم، وكنتمنى يعني هادشي انا اللي كنقول لكم راه ماشي سمعته ولا مشيت قريته على اليوتيوب، راه نقدر نكون غلط، ولكن انا كنقول لكم هاد التجربه اللي درت انا راه خدمات معايا مزيان الحمد لله. المقينات عندي راه ما عنديش هاد المشاكل، ورا ربما راه شفتو شي فيديوهات يعني راه الطويرات بداو كيتهزو، ولو ربما ما غاديش نخدم بهم الهجين هاد العام، ولكن راه ما بداو كيتهزو. كنت انا دايرهم اصلا على الحفاضه ما جابوش الحفاضه للاسف الشديد، دابا راه هبطتهم مع الكنار عارف فاش بداو كيهزو من الكنار، وانا بالنسبه ليا مزيان لان الطير ملي كيكون هاز من الكنار كيزيد كيحفز الانثى دغيا كتريح ليه. وهادشي اللي كاين، والسلام عليكم ورحمة الله.